يعني مشاهدينا الكرام، مشاهدي السوشيال ميديا في كل مكان، يعني ما زلنا مستمرين مع حضراتكم من ساحه مسجد عمر مكرم ولحظه يعني وصول عثمان وزير الاوقاف السعودي محمد علي محفوظ لاداء صلاه الجنازه عليه في مسجد عمر مكرم. عسى الله يجركم اعزائي المشاهدين، ولا حول ولا قوه الا بالله. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو الكرام متابعي رجل الميديا في كل مكان. دي كانت تغطيتنا من ساحه مسجد عمر مكرم، ويعني حضراتكم الصوت عثمان وزير الاوقاف السعودي محمد علي محبوب لاداء صلاه الجنازه عليه. ان الله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله ولا اله الا الله. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، كان معكم محمد شلتوت، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولئن